السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، والله قليل جدا قليل جدا اللي يتبع الطريق هذا، وجزاه الله خير وتحسب له. والله قليل جدا من الأشخاص اللي يسوي له جدول وبالتواريخ صراحة. أنا أشكر على هذا المجهود، على هذه الأمانة. وبعدين المرابط الثقة و المضبوطة، ترى مو في السعودية والكويت فقط، ترى حتى عندنا في قطر. والله أنا قد ربطت عند ناس يعطونك من ذا الكلام معسول. أجي كل ما اتصل فيه، ها شن بقي الطير؟ ولا بقي ثلاث، بقي مش طويلة. يجي شهر تسعة أسئلة نفس الكلام، بقي كذا، بقي مش طويلة. أقول الطير في مشكلة، في خلل. يقول أنا والله قبضت الطير ودقيت مدانته وما ادري ايش، ولا يقول لي ارش الطير. طيب انت يعني كيف الواحد انه يرش الطير بكورس هو اصلا الطير مدهنته فيها خلل؟ فتيجي وتنصدم، تشيل طيرك في شهر تسعة او نص تسعة، يقول خلاص استلم طيرك، تحصل فيه حفاه، التهاب قرحه، الطير ما ياكل عدل، التهاب في المدهنه، ريشه تعبان. بعدين يعني انا اشتفت الحين، طيري ما يسوى، لاني اللي اقدر ابيعه ومستفيد منه شيء نهائيا. يعني طول هالشهور كلها انتظر لي طير وفي النهايه ما استفيد منه شيء. وبعدين في مشكله عندنا يعني في قطر، اقل واحد يربط طير يعني قيمه المربط 3500، المتوسط 4500 الإلكتري، أعلى شيء في ناس تربط ب5000، في ناس تربط ب6000. يعني على إيش الغلاء هذا؟ ما أدري صراحة، استغلال لأبعد الحدود. يعني فيها مرابط عندنا ثقة ومعروفة وكذا، لكن غالية، الربطة غالية. ليش؟ أبغى أعرف ليش. والله العظيم يعني تخيل تربط لك طير واحد بس ب4500 ريال، ليش؟ على وشو يعني؟ وش بتعطيه؟ حتى لو تعطيه إيش من كمبلات، من تغذية، ليش هالتكلفة الغالية يعني؟ السلام عليكم، والله يمسيكم بالخير ويبارك فيكم، وفقنا الله وياكم حب ورضا. ما بعد، اسال الله منه وكرمه ان يوفقنا وياكم جميعا مسلم وان ينفع ما نقول. يعني أنا والله ودي اتكلم بالموضوع اللي يعني يفيد باذن الله كل صقار، يعني يا اهل المرابط يلي تزيدون سعر الربطه عندكم وتحدون الناس انهم يربطون عند الناس اللي ما تفهم، بغل السعر من عندكم بدبل يعني. طبعا ليه ما تعاونون الصقار على هذا الشيء؟ يعني صقار الواحد يوم يدفع 5000 ريال أو 4000 ريال على طير واحد ممكن سهالات، ولكن اللي يكون عنده 4 طيور 5 طيور 6 وما عنده مكان، وممكن يكون مشغول، وممكن يعني ما يحب انه يربط، يعني ممكن يخاف انه يخرب ويسوي، يعني معنا الأمر سهل، ولكن الناس ما ندري شنو وضعها شنو ظروفها يعني. فنفس الأمر هذا المفروض أني أنا يا صاحب المربط، أنا أبحي بإذن الله دبل الدبل على كل طير،
لازم اني اراجع الصقار واخذ الشيء المعقول حتى يبارك الله لي يعني فيما رزقني، ما ازيد على الناس ان شغلي انا يعني انا اللي احدك علي غصب. انا انسان رجال اعرف اقرنس الطير، انا اعرف اقرنس الطير وشرط انه يطلع مصفي بالوقت اللي مناسب اللي يكون يرضي الصقار، ارفع السعر عليه اجبر غصب عنه يربط عندي. هذا استغلال. واحد يعني ودك يتعاون ويحط نفسه مكان الصقار اللي يكون يعني عنده ظرف وعنده امر وعنده شغل او عنده ايا كان من الامور هذه. اعينهم انا ما ازيد عليهم لانهم وثقوا فيني وعرفوا اني انا انسان اعرف يعني في هذا الشيء، واستغلهم يعني على هذا الامر واجبرهم اجبار انهم يربطون عندي، لانهم يعني شافوا شغلي ان شغلي مضبوط واموري طيبه من فضل رب العالمين وطيرهم يقرنس ازيد على كيفي. هذا والله من الاستغلال وما هو امر طيب صراحه. والامر الثاني اللي هو اهمال الكثير من المرابط. الحين الطير لا مرض، الطير لا صار في شيء، الطير لازم يكون عند راعي الطير خبر عشان ما يحقك بعدين. وهذا اللي الاخ اللي يتكلم بالصوت يعني هذا يعني يقول يعني لو مو داز احد يروح يشوف الطير يعني يشتريه ولا انه يسال عنه ما درى عنه راعي مربط. يعني الطير ميت لما دقت علي زين، الطير مرض امس لما دقت علي. هذا اللي اهمالك وما انت عارف شو السالفه ولا عارف شو الموضوع. فوالله ما انصح انك التعامل معاه يا اللي ما طيرك عنده، ولا تزكيه عند احد لو انه اخوك. لو اخوك بالشرع ما يجوز دامه منحرف. اي انسان يكون يعني منحرف على الجاده على الصحيح لا مخافه من رب العالمين ولا هذا، المفروض انك يعني ما تربط عنده ولا تتعامل معه. النوعيات هذه فلوس يعبدونها عباده، اعوذ بالله من ذلك. يعني احنا عبيد لله الذي لا اله الا هو، لابد ان نحط الله نصب عينينا يعني في كل امر نعمله. اما خلي الامر اهم شيء فلوس والباقي طاف ولا فيه مخافه من رب العالمين ولا شيء، هذا ما نستأمنه ولا نتعامل معه، لانه اذا ما خاف رب العالمين نسأل السلامه شنو وضع هذا؟ قلوب قاسيه يعني. هو ممكن انا ما اقول يعني، ولكن مخافه من رب العالمين المخافه لازم تكون بحدود ومعروفة. مخاف رب العالمين لازم اني انا اجعلها نصب عيني، مو اخذ الامر عادي وامر طبيعي او ولد عادي تو الناس الامر طيب تقول مو ميت يعني هو. ما ادري ربما هو يصبح ممكن ما يمسي او انه يمسي ولا يصبح. ماذا يعني يقول رب العالمين في هذا الحال؟ هل تفكروا في هذا الامر؟ لا والله، لا والله، هذا أنا حلف والله الذي لا إله إلا هو أنه ما يتفكرون أنهم يموتون ولا يحطون في بالهم أنه ممكن أن أصبح ما يمشي نفس ما قلتوا، وإن أمسى ممكن أن يصبح تصير عنده ردة فعل الواحد إذا كان يعني يفكر يموت. أما ما أخذ الأمر سهالات وعادي وله لعب القلوب سبحان الله يموت يعني يصير عليها كما قلت أول وعيد وأكرر وأقولها مرة ثانية، قشاوة لا يفرق بين الحلال والحرام كلها سواسية نسأل الله السلامة من ذلك. ما يدري هو شنو الموضوع، كلام عام بالأضل نسأل الله السلامة من ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.